الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية وتتيح 654 قطعة في 12 محافظة. وزارة الخارجية ترحب بالاستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق النار في اليمن. وزير التنمية المحلية يصدر حركة تكميلية لقيادات الإدارة المحلية تضم 15 قيادة بعشر محافظات. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعي ممشى أهل مصر وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وزارة الإنتاج الحربي تنفذ 1298 كابينة تعقيم للجان الثانوية العامة وفرق فنية لمعالجة أي عطل. صندوق تحيا مصر توزيع 500 طن مواد غذائية و36 طن دواجن لدعم الأسر الأولى بالرعاية. وزارة الصحة تستكمل حملة تطعيمات شلل الأطفال العضلي أول يوليو المقبل. وزير الرياضة يعلن استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة. اتحاد الكرة يوافق على عودة الأهلي وأربع أندية للتدريبات بعد سلبية مسحات كورونا. مصادر بمستشفى عزل الإسماعيلية: حالة الفنانة رجاء الجداوي ما زالت حرجة وتعاني من مشاكل التنفس خاصة بعد وجود تليف بالرئتين. وزارة الداخلية: ضبط 4352 شخصا و1945 مركبة لمخالفتهم قرار حظر تحرك المواطنين خلال 24 ساعة. غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والعظمى بالقاهرة 34 درجة.